لا يلهث وراء النجوم بل المسنين. إيغور سائد صور، هذا المصور المحترف يجوب شوارع العاصمة موسكو بحثاً عن وجوه جديدة ليزود بصورها موقعه على شبكة الإنترنت المخصص لجمال كبار السن. أولاً أنظر في وجه الشخص، يجب أن تكون ملامحه قوية وجذابة ومثيرة للاهتمام. عليه أن يحمل شيئاً موروثاً عن أبائه أو عن الطبيعة، والشيء الآخر هو الجمال الذي تمكن من الحفاظ عليه طوال حياته. الصدفة ولدت لقاءات سمحت لإيغور بإثراء مجموعته التي تحوي اليوم صوراً لأكثر من 10 متقاعدين تحولوا بفعل عدسته إلى عارض أزياء. كانت أولغا أول من لفتت انتباه إيغور. قبل التقاعد شاركت هذه المرأة المولعة بالحياة البرية في بعثات علمية في كل أرجاء روسيا، اليوم تقف أمام عدسات مجلة الموضة. في البداية تساءلت كيف عساني أفعل ذلك، فأنا سيدة في السبعين، ولكن بعدها يتم إلباسك وتجميلك والنتيجة جميلة جدا في النهاية، بالإضافة إلى كوني أحمل شيئا بداخلي أريد أن أقدمه للناس. وتمثل جلسة التصوير كذلك دخلاً إضافياً لا يستهان به في بلد يبلغ متوسط الأجر الشهري فيه حوالي 200 يورو. وفي روسيا اليوم تجاوز ما يقرب من ربع السكان سن التقاعد. عندما يرى الأطفال والمراهقون صور كبار السن على غلاف المجلات لن يعودوا يخشون الشيخوخة، فهذا سيزيد من احترامهم لآبائهم ويدركون عندها أن التقدم في السن شيء جميل. من خلال رفضها تكريس كامل وقتها لأحفادها، تكسر أولغا وعارضات إيغور الأخريات النماذج النمطية للمجتمع الروسي التقليدي، وهنا يأملن اليوم أن يكون قدوة لغيرهن من النساء من مختلف الأجيال.